والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. ورجائي رمزي، أهلا بك رجائي. أهلا بك يا سحر، أهلا بك ليلى. شاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. تشارك مصر في فعاليات الاجتماع السنوي 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2024. تترأس وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وفد مصر في الفعاليات التي تعقد هذا العام تحت الشعار إعادة بناء الثقة. تتصدر 4 محاور أساسية جلسات المؤتمر لإحراز التقدم على المستوى العالمي فيما يتعلق بتعزيز الأمن والتعاون في عالم مجزأ، وخلق النمو وفرص العمل، وتشجيع الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع، ودفع استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة. هذا وقد تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس عام 1971 في محاولة لتعزيز التعاون العالمي في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لمدة أسبوع واحد في شهر يناير من كل عام تصبح مدينة دافوس السويسرية محط اهتمام العالم، إذ تلتقي النخب العالمية في بلدة جبال الألب الصغيرة لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي. تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي في العام 1971 في محاولة لتعزيز التعاون العالمي في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومن أهم الموضوعات والقضايا التي يتطرق إليها المنتدى الاقتصادي العالمي كل عام ضمان الاستدامة وحل الأزمات العالمية، بالإضافة لموضوعات الطاقة ومستقبل العمل والوظائف ودعم الابتكار والصحة والغذاء وغيرها من القضايا التي تمس الفرد والمجتمع. وتهدف المنظمة الدولية غير الربحية المسؤولة عن المنتدى إلى الجمع ما بين القطاعين العام والخاص لتبادل الأفكار حول حلول لهذه المشكلة العالمية. عقد الاجتماع الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي منذ 5 عقود في دافوس لتصبح مركزاً لاجتماعه السنوي كل عام منذ ذلك الحين، حتى أن اسم المنتجع أصبح الاختصار الشائع للحدث. هناك بعض الإنجازات التي أسهم فيها المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ساعد في وقف الحروب وإعادة توحيد صفوف الدول. وفي الآونة الأخيرة تبنى المنتدى المناشدة بوقف الحرب الروسية الأوكرانية، كما أنه حقق بعض الانتصارات في قضايا الاستدامة وحماية البيئة. أما دافوس 2024 فسيستقبل أكثر من 100 حكومة من دول العالم ونحو 1000 من شركاء المنتدى السنوي، بالإضافة إلى قادة المجتمع المدني والخبراء وممثلي الشباب وأصحاب المشاريع الاجتماعية ووسائل الإعلام. وسيدور المنتدى حول 4 أهداف أساسية تأتي في مقدمة اهتمامات الجميع، وهي التوترات في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص العدوان الإسرائيلي على غزة. أما الهدف الثاني فهو خلق النمو وفرص العمل لعصر جديد. ومن ضمن أهداف منتدى دافوس 2024 أيضا مناقشة الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع. أما المسألة الرابعة فهي بالطبع قضية المناخ واستكمال الجهود الدولية المبذولة في مجال مكافحة تغير المناخ.
حذر تحليل جديد للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في مدينة دافوس بسويسرا، حذر من أن الكوارث الطبيعية الشديدة الناجمة عن تغير المناخ قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية بقيمة 12.5 تريليون دولار، وأيضا فقدان نحو 14.5 مليون شخص بحلول العام 2050. جاء ذلك في بيان صحفي صدر عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى. قال التحليل إن أزمة المناخ ستؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في مجال الصحة العالمية، مما يجعل الفئات الأكثر ضعفا أكثر عرضة للخطر. أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ أن الحواجز التجارية التمييزية تمثل تهديداً للاقتصاد العالمي. في كلمته أمام منتدى دافوس الاقتصادي، أشار تشانغ إلى أن هناك تدابير تجارية واستثمارية تمييزية جديدة تظهر كل عام، وأي عقبات أو عراقيل يمكن أن تبطئ أو توقف عجلة الاقتصاد العالمية. أكد وزير البترول طارق الملا أن ما شهدته كيانات قطاع البترول خاصة شركات القطاع العام من تطوير مستحق وغير مسبوق هو قيمة مضافة لقطاع البترول وصناعة والاقتصاد الوطني. وأشار الملا إلى أن تطوير قطاع البترول تم وفق نهج علمي وتنفيذا لاستراتيجية واضحة، حيث تم ضخ استثمارات قوية في مشروعات جديدة بالشركات زادت من دعم مراكزها المالية والدور الإيجابي في دعم الاقتصاد المصري. جاءت تصريحات الوزير خلال رئاسته أعمال جمعيات اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024-2025، وذلك لعدد من الشركات العاملة بقطاع البترول. وفي سوق المال، أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث ربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.880 تريليون جنيه. ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 2.62% مغلقا عند مستوى 26938 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.27% مغلقا عند مستوى 6299 نقطة، فيما زاد أيضا مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.66% مغلقا عند مستوى 8955 نقطة. عقدت فعاليات المؤتمر الصحفي الأول للبورصة المصرية للسلع التي تم تدشين مسماها الجديد الذي أصبح البورصة السلعية مصر. والبورصة السلعية مصر هي منصة رقمية ينحصر دورها في الوساطة ما بين البائع والمشتري بهدف تنظيم الأسواق، فضلا عن أنها تتميز باعتبارها أحد الآليات لضبط الأسعار. المزيد يطلعنا عليه الزميل باسم أبو العينين مراسل التلفزيون المصري. البورصة المصرية للسلع والتي تم تدشين مسماها الجديد اليوم البورصة السلعية مصر، والتي تم إنشاؤها في شهر أغسطس من العام 2020، واستطاعت أن تكون عنصرا فعالا بين البائع والمشتري. البورصة السلعية مصر هي ببساطة شديدة، وكما عبر عن ذلك الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر، بأنها الشكل التقليدي للمزاد ولكن بشكل عصري وحديث وإلكتروني. هي منصة كبيرة هذه المنصة، وكما قال إنها لم تخلق نتيجة قرار سيادي، وإنما جاءت نتيجة تلبية لاحتياجات مجتمعية. من أهم أهداف هذه البورصة هي توفير أو تقليل عناصر البيع والشراء الموجودة منذ زراعة العنصر أو تصنيعه وحتى وصول إلى يد المستهلك، ومن ثم
فإن تقليل مراحل البيع من بائع المصنع أو الزارع إلى بائع الجملة إلى بائع التجزئة إلى 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 آخره، إنما يقلل من فرص زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، وأيضا يمنع الممارسات الاحتكارية. كذلك فإن العملية تتم بشكل إلكتروني ومتاح أمام الجميع ومعلن، بحيث إن التسعير يراء الجميع، مما يعطي شفافية ومصداقية للشاري من البائع. أيضا للبورصة إشراف على المخازن التي يجب أن تكون مكودة تحت إشراف البورصة لكي تضمن الجودة التي تكون لدى البائع في المنتج الذي يخصه، حتى تضمن للمشتري منتج يليق به وبالمستهلك. تسعى البورصة السلعية مصر إلى توفير المنتجات والتوسع في المنتجات التي تضمها في تداولاتها لمجابهة الأسعار كما ذكرت المبالغ فيها أو الممارسات السلعية من أي تاجر كان. إليكم. وافق مجلس الوزراء الياباني على مشروع ميزانية معدلة بقيمة 112.57 تريليون ين، ما يعادل 774 مليار دولار للسنة المالية المقبلة والتي تبدأ في أبريل المقبل. كما تم تخصيص 500 مليار ين إضافية من أموال الطوارئ، وذلك لمعالجة تداعيات الزلزال يوم رأس السنة الذي اجتاح وسط اليابان. وأوضحت وكالة الأنباء اليابانية أن الميزانية تعد ثاني أكبر ميزانية بعد الرقم القياسي البالغ 114.38 تريليون ين للعام المالي الحالي، فيما تحتاج الخطة إلى موافقة من البرلمان قبل بداية السنة المالية 2024. هي تخبرنا الاقتصادية مشاهدينا، عودة مجددا إلى ليلى وسحر، فإليكم. شكرا لك يا رجل.